القيم فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا اللقاء العلمي المبارك في هذه الندوة الطيبة التي ينظمها المركز الإسلامي بإيفري، وبالمناسبة نشكرهم على هذه المبادرة الطيبة وعلى دعوتهم للمشاركة في هذه الندوة، ونشكر السيد المسير الأستاذ سي عزيمان على سيره لهذا اللقاء العلمي. فكما سمعتم المداخلة وهي تتعلق يعني بأثر القرآن الكريم يعني في ترسيخ القيم الإنسانية. وكما يعلم الجميع أيضا أن الناس في الجاهلية يعني كانوا يعيشون عيشة استباحة تامة لكل شيء، الظلم بدل العدل، الكذب بدل الصدق، الغلظة والقوة بدل الحلم والتسامح، الكبر بدل التواضع، يعني زد على ذلك ما عرفوا به من تفريق بين الغني والفقير وبين السيد وعبده وما إلى ذلك من أمور أخرى خارج نطاق الإنسانية. ولما جاء الإسلام يعني أول ما بدأ به هو محاولة تغيير هذا الواقع المظلم إلى النور الساطع. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك نجد القرآن قد اشتغل على تغيير عادات الناس وقيمهم وأخلاقهم، حينما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. لذلك جاءها الإسلام دين السلام بدل الجاهلية، وقام على جملة من المرتكزات الأساسية التي ترتقي بالفرد وتسمو أيضا يعني بالمجتمع. ومن أهم تلك المرتكزات والأسس المبادئ الأخلاقية والقيم الفاضلة. القيم في القرآن الكريم هي أخلاقية واجتماعية، وهي تحقق أهدافا وأنشطة وسلوكا حسنا يتجه نحو الأفضل باستمرار. ومن طبعا هذا كله يعني من نبع القرآن الفيار. البشرية عبر تاريخها الطويل اكتسبت قيما إنسانية عليا، ولكن هذه القيم لم تبلغ كمالها النهائي إلا حينما اتصلت بخالقها عن طريق الرسالات السماوية، يعني عن طريق الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو صالح الأعمال، كما هو في رواية أخرى. فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على القيم الأخلاقية وعلى أساس من التوحيد والتمكين الرباني وثابت الإخلاص واليقين. ولذلك كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة ووفق الغاية والمنتهى، وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا في هذه العجالة سأحاول الوقوف عند أو مع بعض القيم الإنسانية، وسأحاول أن أبين يعني آثر القرآن في ترسيخها، وكذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد يعني على هذه الأمور. أولا يعني قيمة الحلم، والحلم سيد الأخلاق كما جاء على لسان كثير من العلماء، لأنه جماع هذه الأخلاق الطيبة. ومن رزقه الله تعالى الحلم فقد رزق خيرا عظيما وعطاء جليلا. والحلم هو الأنات والتثبت وعدم إطلاق العنان لقوة الغضب أن تثور في وجه الناس وكظم الغيظ،
وحبس النفس على تحمل الألم العارض، وهو أيضا سكون النفس وعدم تهيجها للمكروه، وهو خلق الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء. وهذه المعاني هي ما يفهم من الآيات القرآنية الدالة على الحلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن لما كنت حليما استطعت أن تؤثر في الناس جميعا. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء يتصفون بالحلم ويتصفون بالأناس، لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله تعالى. هذه الآية الكريمة ترسخ قيمة الحلم في قلوب الناس عن طريق بيان صفة المتقين، وهو منهج تربوي صحيح لاكتساب هذه القيمة. وصفة الحلم كانت من الصفات العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في قصة عكرمة بن أبي جهل جسد النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الحلم وبين حقيقته الظاهرة. هذا عكرمة بن أبي جهل كما تعلمون الذي كان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه شرب هذه العداوة من أبيه، واستمر عكرمة في العداوة للدرجة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريق دمه عند فتح مكة. يعني كان طريقه في الكفر طويلا وهو مطلوب الدم، وإذا وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيقتله بلا جدال. أرادت زوجة عكرمة أم حكيم بنت الحارث بن هشام رضي الله عنها أن تنقذ زوجها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشفع عنده لعكرمة بن أبي جهل، يعني حتى يعود إلى مكة المكرمة آمنا. فقالت: قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير سؤال وفي يسر وسهولة، قال عليه السلام: هو آمين. وعاد عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة، وقبل أن يدخلها إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كلمات جميلة تجسد قيمة الحلم والأنات وترسخه في قلوب الناس. قال عليه السلام: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، فأي أخلاق هذه عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيمة الثانية وهي قيمة التواضع، وهو عدم التكبر وخفض الجناح وعدم التواضع وقبول الحق وانكسار القلب لله عز وجل والذل والرحمة لعباد الله تعالى. ويروى أن الحسن البصري رحمه الله عرف التواضع بقوله: أن ترى الآخر أفضل منك، أن ترى الآخر أفضل منك. انظر منهج القرآن الكريم في ترسيخ هذه القيمة في قلوب الناس. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء، علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أيضا في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالقرآن يرسخ هذه القيم في قلوب العباد عن طريق الالتزام التام بمبادئ الدين الأساسية. ومنهج القرآن في ذلك إما المقارنة بين أهل الإيمان وأهل الضلال، وبالتحذير من الغرور تارة أخرى. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فالله تعالى حينما يحذر المؤمنين من الغرور ومن الكبر لا شك أنه يرسخ ذلك في قلوب عباده.
وأمر القرآن الكريم أيضا بخفض الجناح واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ونحن نعرف ما للأمر الإلهي من قوة في ترسيخ الأشياء في قلوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما جاء في حديث مسلم. وفي حديث آخر رواه الإمام الطبراني: طوبى لمن تواضع في غير منقصه الحديث. وفي حديث مسلم أيضا: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. قيمة أخرى وهي قيمة الصدق، والصدق راحة للقلب وطمأنينة للنفس وبركة في الكسب والرزق ومفتاح للعلم وزيادة في الخير. جاءت آيات القرآن الكريم ترسخ قيمة الصدق عن طريق أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبين المولى عز وجل للمؤمنين ويعرفهم سبيل النجاة من عقابه والخلاص من أليم عذابه: الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوى الله ومراقبته بأداء الفرائض وتجنب حدوده، وأن يكون في الدنيا مع أهل ولاية الله وطاعته، ليكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة. وقال تعالى أيضا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآية توضح مآل الصادقين: لهم ما يشاءون فيها عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى أيضا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني حتى لا تكذبه الأمم، وجعل له ذكرا جميلا في الناس وثناء حسنا باقيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حقيقة أو قيمة الصدق حينما قال في حديثه المعروف: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما جاء في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما جاء عند الإمام الترمذي وصحح يعني هذا الحديث. فتلاحظون أيها الإخوة والأخوات أن القرآن الكريم يعني كان منهجه واضحا في ترسيخ هذه القيم وفي الحديث عنها. ولاحظنا أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القيم، وتأكيده صلى الله عليه وسلم كان يجعل الناس يؤمنون بهذه القيم ويؤمنون بما جاء في القرآن وفي السنة النبوية، ويلتزمون مباشرة بهذه القيم التي حث عليها القرآن وأكدها رسول الله صلى الله عليه في سنته. طبعا هناك قيمة أخرى وهي قيمة الرحمة، وسأتركها لزميلي الأستاذ سي محمد بنغشة ما دام أنه سيتحدث في مداخلته عن قيمة الرحمة. أجدد شكري لكل من ساهم في هذه الندوة الطيبة، وأستغفر الله، أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين.